الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. ثم ما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كسور ولا كل يدي لقضها إيو وربا حاسوب كمبيوتر كا فيها رجيسة وحيابها يدكتور حكمنا كل يدي إلى حق لقضها اللغة العربية، لغة الإنجليزية، لغة الفرنسية، هي وربا لغة الصومالية، لغة الأم. على مستوياتها المعروفة، هيروكي هذيك عادي جاها، إياها مستوى أساسية، يا هوسي، يا كدحا، يا كسرى، أنت بواكيل كتاكل يدا. هل كان اللي ما كتاكل هو سنتر كي كل يدا، لانجويج كولج. أنا كمبيوتر وحيابها إنه ما أنت دونه إنه اللايف كأنكم موجودين و الاعتماد على النفس قفكو إنه وحقب صدى قفكو إنه وحقب صدى أو دداله قف ولبا أو أنا عد كلا سبيني إنه أنتوا إلهي تلصارتو إلهي مركو تلصارتنا وحقب صدو أيها الأخوة الباهي قضب كاس أيين دولة لإنه دينعنا جانب دينية أي مكاك هذا الله دينعنا أي جانب عربية أي مكاك فايد السنو ماركا ماركا لإيه يو جانب كا عربي كا وحي نسوق هذا مثل عربي ما عربي أيين نسوق هذا مهما هذا واحد دوره هنا وفرفره شو لنا نايم قرينه مشاركة دي ماي في الراتو قفنا استوي ما قلنا يوم هنش على هاي قابته وكسر أحوي لايف كم كده شرو يا مد عيسى إنه صقره سير نسوا لكسر نسوا سبحان الله كبر حيا كمان كرب حيا شر وشر قرية الدال على الفين كفاعي أزلم الثور يحمي أنفه بروقه الثور دبه يحمي وحو إلاليا أنفه سنكي سو إلاليا معك إلاليا معك إلاليا بروقه جيس كيسو إلاليا بقرنه إذا هاجم الثور إذا هاجم الثور عدو دي وصور رأى ثور كي يدبيك عدو ودو صور رأى دافع عن نفسي نفسي سوى دفاعي وعن أنفي سنكي سوى دفاعي معك دفاعي بقرني مثل تفسير كيس وطواك والثور لا يدع أحدا ينال من أنفه يذله ويخدعه ثور كي يدبيه عندك استوى أو سنجي ساجد ما هو غلا أو ثابتة أو دلينا سوى حوير كبانس مركا محل استعمال الاستعمال مثل جو محل استعمال هي معنى الدفاع على النفس نفط هذا الدفاع الدفاع على النفس مركا بلطة كلمة ثور هي كلمة يحمي هي كلمة أنفه هي كلمة بروقه أيام دورنا إن أي جملة قرينو قارنا يدين قرينة يا سي جانب كعربي قاعدة في يسون مثل كل يوم أمثال عربية الله نوعا أكون صابساً الاعتماد على النفس نفط قف من الاعتماد أما النصوص تقص على ارتكار كاملة أيام دورنا نارينا وكيف هاي دي سنة فكا درس جينا ما أنت اللايف حلايا لبا جانب هو وين جانب دينية هي جانب أما دينع دينية هي دينع عربية ما كان مدى الثور أنا مميت بان قليني يا أما الله بان قليني أما صدح بان قليني يا إذن كانوا حلا دور يا صدح ناك جملة دور انت كان بيرت هذا تان قاب كاسو كلا ان هذا جملة السوق الإنسان
وأي نقطة مشاركة دي إنه مشاركة فعالة مشاركة حقوقية إن النقطة قام فهلا يعلمه قاوم الثور ثور كي يدبي هي مقاومة سمائية دفاع قاوم الثور الأسد بقرنه نمبر 1 قاوم مقاومة سمائية كوري ولدك على قاوم الثور الأسد بقرنه بقرنه من جد بقرنه جسيس أما بروقه واسمده ما كان كلمة روق يا ثور أي نفس الفلاح حارث ثوره الأرض الفلاح ذكر بير وراه حارث ومن كقضية ثوره دبي إيسا حارث واسم فاعل فاعل وبعده وسبعة يعمل عمل فاعل الفلاح وجملة اسمية وهي أنا مبتدئ بها الفلاح بير وراه ذكر بير الشتايا حارث ومن كقضية ثوره دبي إيسا الأرض بركة الفلاح الفلاح حارث حارث ثوره الأربع الأربع خذ هذا هو فائدة سلسة لك صدح كلمة مركعين كقاعدنا الآن مركع كلمة دي الثور أو دي بيجيها كلمة دي الثور وحن قريناي جملة ذو إيو بقرنه أما بروقه إذا كان على الكرام حي إلى جملة ذو سوق لسان وآك أي مكفى إذا السنة قف كي قرنا يا ما شاء الله تبارك الله وحن لا نهاي قف كي قرنا يا ولا كي سكالة أيو فايدين يا أجل بكين يا الدال على الخير كفاعله مكان كل ردا كلمة الثور ودبئة إن أسوق لسان جملة يحمي وإلى لنايا كلمة يحمي وحلولان هاي وأي مكان يحميك إذا عصيت الله ورسوله أي مكان بوسيشن كي ميشيبا يحميك إلى لنسا إذا عصيت الله هذا إله سبحانه وتعالى عاصم ورسوله يا رسول كيس صلى الله عليه وسلم لا مفر من الله قعرنا ما جبتم إله يا رسول كيس سيدها وذيب إله سبحانه وتعالى وحولي يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض لا تنفذون إلا بسلطان لا تنفذون إلا بسلطان تلك الإنسجة وهدان أول ليبهين بل أرلغن إيا سمدك بحا أول ذلك بحا أول نبجد فكان إلهي سبحانه وتعالى كما بحسن كتب فكان رسولك إلهي سبحانه وتعالى إلينا قال أين أضيعنا ويان وحن شعلا إلى مر والبا شير تتابطان لايك تتابطان ويان وآب نرى مشاركة سنة سوق قرطان كمنت سوق قرطان جملة ذهن أتك سوق قرطان ويان يحمي بحيرا لي وأي مكان يحميك هل جاء يقول عليك
waxa kale oo waxay tahay soo qaadan karnaa xadiis rasuul sallallahu calayhi wasallam kaana ka faa'iideysanaya in allaha rasuulku yihi calayhi salaatu wasalaam xadiis ku xadiis saxiixa in allaha ida axaba cabda ilaahay subxaanahu watacaala haddii uu addoon jeclaado xanaahu min addunya addiyadu waa ka ilaaliyaan busaarad ku soo qoraa حماه من الدنيا كما يحمي أحدكم سيد قفكين وقيل عليه كما يحمي أحدكم مريضه عن الطعام والشراب انتظر يعكس عن الطعام والشراب أوعي وحاسوها رضي حديث كما صحيحة وقرنا هيا حكو خاص بيننا لا تكرهوا مرضاكم على الطعام مش على الطعام فإن الله تبارك وتعالى يطعمه إلى سبحانه وتعالى أن تضح بخص بيننا محل هذا مرضى ممكن نحن نصلي قف كمرك نحن نصلي إنك نحن نصلي على شال شال برا هذا أفسمار وقويجا قف وعيل كأو على شاية ومعنا على خصوة ولا دلخينة أن تدي ما قادرين marka inagu xanisnaa si aan inooga dhimanin dee chaa laakiin rasuulka kaleey salaatu salaam kuleeyay mardaq ma ku khasbinina cuntada ma ku khasbinina fa inna allaha yut'im ilaahi subhanahu wa ta'ala ayaa ta'ami cunto siinay marka taasuna waa taa waxyaabaha kale oo aynu doonayno inaan qaadano waxa ka mid ah وحكم الأه أنفه حويا رغم أنف امرئ أدرك أحد أبوي أو كلاهما ولم يدخلهما الجنة رغم أنف امرئ قف سنكي حبورو معنى ذلي حد اليوم هذا اليوم أدرك أحد أبويه سوى قاري لبدي سي والد ولم يدخلهم الجنة أن جنة كبيرين لماذا والدك سبب تيسى رضا الله يكون عليه رضا الوالدين لبدا الوالد لأن شو ذا يكون عليه مركا رقم أنف امرئ حضير من الرهرو أنف جاءت أن تصالوا صحة تصالوا ما كلا مثل عربي أو إجلا أنفك منك صنك أبو أدوك كامل يعني وإن كان أجدع حبق بقنا هذا صمارة رحكو مع ماذا صنك أبو قرمي لما بويو يبقى أجدا ضدك أهل كي قرابة ده دي لما سيداني وايد دي ونفتا دي وحوبت كاني دي مركا مدى دي كتير وين دي العرسة ويان مر البوانسة ويان مر البلاطسة فكسنك أو قرمي لما تقوله أي سؤال تجلاه أنفك منك سنك أبعدك كاميديا وإن كان أجدع هذا شرنا عليه سنك أبعدك كاميديا كواس يعوي الاعتماد على نفسي أي تلمس رغم وحكمدها وحكمدها الله يستعلم حما أنفه هدي لي نعم حما أنفه سنكيسة أيه إلهي وحلوه اشتد قضبه عرضي سبع درناطي وغيره العرضي سبع وحكم إذا مات وعدمته حذف مات حذف أنفه أنا حويا من غير قتل مات وعدمته مات ودمته بحذف أنفه ما تحذف أنفي حذف أنفي ما تحذف أنفي بغير وهو يقول أولين تبيا يعني ما تقول أنت بغير من غير قتل يقدر ينادي لمين أي بس تقول بس تقول حذف أنفي سنكو دعي معنا هويا ودنتويا
inay dad inuu dadka gacanta hoorsado waxaa u dhaantay inuu xaalada soo qorto dadku hadday doonaan ha siiyaan ama ha u diidaanin marka maxaa meeshan ka cad inuu qof isagu awooddiisa iyo wixii ilaahay subxaana watacaala geliyey ee raganimaha ku shaqayso oo aan cid baryin oo aan cid wax moodin ee uu isaga wax la moodo sharaftaagaasu jirta imaam shaafici raximah llah wuxuu leeyahy wallaahi ilaahay baan ku dhaartay buu low calimtu haddaan ogahay anna shurba almaai yalhamu muruuatii maa sharibtu tuul xayaati haddaan ogahay kababiya ah inay sharafteyda wax u dhimaso kababiya ah cidlidiisa inay sharafteyda wax u dhimaso haddaan ogahay wallaahi tuula xayaati maan cabeen buu yiri markaa soomaada maxaa ku maamaada soor buudheed lama qaato soor buudheed maxay lama qaato waxaa la doonayaa qof walba oo dhalinyaro ah qof walba oo xoog leh inuu aanu bataalo samayn oo gidaar marba kasoo fadhiisan iyo makhaayada dee inuu shaqo abuur sameeyo inuu fekero inuu fekero imise ayadda fikradda kusoo aroota imise xadiis baa laygu amraya inuu qofku fekero oo hal abuur la yimaado waxaa ka mid ah ibraahim alfaqi ibraahim alfaqi ninkii la odhan jiray haweeyaan ku takhasusay human development skillska ama tanmiya albashariya yacni waxa weeyaan sida bini aadam loo koriyo bartay ee ku takhasusay allahu naxariistee wuxuu yihi kun sabuuran ahow mid taxamul leh yaadkays maca nafsiga naftaada u dhabaraday zid bikhibaraatika khibraddaada iyo aqoontaada horumari waa mahaaradtaka skillskaaga ee xirfadaada horumari markaa naftaada horumari naftaada hore u mari ayuu leeyahay wax weeyaan isku tiirsano wado oo ilaahay tala saaro iskuna tiirsano waxaa ka mid a ibnu siinaa wuxuu leeyahay alcaqlu albashari caqliga bini aadamku quwatu min quwa annafs waa awood awoodaha nafta ka mid laa yustahaanu biha lama yaraysan karo qofku hadduu fekero oo fekero oo fekero marka dambe hal abuur wanaagsan buu gaadhaa hadduu doono ha khaldamo hadduu doono xoyta kolleba waa khaldamaya ninka leyrka iminka aynu waxku iftiinsanno inoo soo saaray inteebuu khaldamay intee jeer buu khaldamay khaladadiisiise laakiin wuxuu kaga faa'iidaysa wuxuu ogaaday intaasoo khalad oo waxa weeyaan leyrkaa gubi karta ama waxyeelayn karta ayuu kaga faa'iidaysa marka waxaan idinku waarinayaa naftayna naftiina iyo dhammaan cid kastoo ay maqlasa in aynu nafteena ku tiirsanaano oo aynu wax qabsano oo aynu bataalada iyo waddankii camal ma jiro waa been weeyaan wuu jiraa shaqayso xaggaa ka shaqaystaa hal abuur samee haddii ay kaa hor timaado taxadiyaad waxyaaba mawaanic oo ka hortaagan noqo qof riski taker ah oo waxa weeyaan sabri karaya oo dul qaadan karaya oo waxa weeyaan ka bixi karaya mazaqa iyo dhibaatada ku timaada iyadoo uu ilaahay tala saarnayo ilaahay subxaanahu watacaala qur-aanka wuxuu inoogu sheegay waman yatawakkal cala allah fahuwa xasbuh qofka ilaahay tala saarta isagaa ku filan marka ilaahay baa kaafigaaga ilaahay baa ku razaaqaya ilaahay baa subxaanahu watacaala risiq xalaala ka dalab meel xalaala ka dalab waayo su-aasha la weydiin doonayo qiyaama maxay tahay min ayna iktasab halkuu ka soo qaatay wa min ayna anfaq halkuu ku bixiyey ilaa hunaa naktabi bihadi alxalqati almubaaraka wasala allahu wasalama cala nabiyina muxamed وآله وصحابته أجمعين وشكرا على حسن استماعكم وإصغائكم ومشاركتكم الفعالة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.